no me acuerdo. ¿Qué es? إن الخطر الحقيقي سيد الرئيس أن يكون عدوك من داخل هذا البلد، ولذلك نلتمس من عدالة المحكمة باسم الإنسانية وباسم هذا الشعب الكادح الذي عانى وما زال يعاني من هؤلاء أن تكلفوا النيابة العامة بالتحقيق مع المسؤول الأول سيد وزير الزراعة. David. القضية دي مش سهلة. لازم يكون في ايدينا دليل قوي لإدانتهم. الناس اللي احنا بنتهمها دي ناس مهمين وشخصيات عامة. كيف اكتشفتم الواقعة ولماذا الآن؟ يا جماعة أرجوكم، أنا فعلا مش هقدر أجاوب على كل الأسئلة لأنها فعلا تعتبر في أسرار القضية، لكن لازم تعرفوه كويس أوي أنها ينبغي على كل فرد شريف في المجتمع ده أن يحارب الفساد والفاسدين مهما كان مناصبهم في الدولة، وكفاية الناس بتموت قدام عينينا بسبب شوية مجرمين بتاعهم.